كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كما كتشوفوا خويا راه السوق تحرق فالبارح بالليل مع العشرات الليل، كما كتشوفوا راه مبقى والو، مبقى ما يتهز، راه ضعنا بزاف، مشاو لينا فلوسنا هنا، مشات السلعه ديالنا، مشى كلشي، حمل واحد مشات ليه فلوسه هنا، وزعما كنطلبوا من السلطات يديروا لنا شي حل ويديروا لنا شي تعويض ديال هذا الخير اللي مشى لينا كاملو. اي ولا لا الله، راه من النعاس مازال ما شايفينه، من العشرات اللي كنطفيو هاد العافيه ومضاربين باش نطفيوها زعما باش نقضوها واحد ولو محل واحد في هاد المحلات. السبب ديال الانشعال ما عرفناش، كانت شاده العافيه في هاد البلاصه هي، كان هنا الفوطات وداكشي بدا كتشد في محل في محل، تولى المحلات كلهم تحرقوا، شي تقريبا شي ما يزيد على 300 محل تقريبا تحرقوا ولا 400 محل. ما انت كتشوف محروق، انت كتشوف بعينك داكشي اللي عطى الله مشى، مشاو نطلبو من اليوم، مشاو نسعاو من اليوم، نسعاو الله، وشكون دار لينا هكا خوتنا، كون دارها لينا شي دولة ما يبقاش فينا الحال، هادشي اللي عطى الله ولدي ما غادي نكذب عليك. من 74 عام، 7 تروا، ودار غمان تسكار، تروا نغول ختمن، ما ختمينش، وحنا هو كذلك نطرقو، أنت كتشوف بعينك محروقين. عندنا مكتبات، عندنا اصلاح الكوكوطات، اصلاح مولين الكساد، وهذا المهم حنا من المتضررين في هذا السوق. هذا السوق اسيدي ماشي وليد الامس ولا البارح، هذا السوق هذا راه عنده اكثر من 20 سنه. هاد الناس هادو راه ماشي بوعاره، ماشي ميخاله، هاد الناس حريفيه، هزوهم من وراء القصبه من حدا الباب 10، قالوا لهم تحولوا، حنا داروا في المجلس البلدي ديال ديك الساعه داروا فيه الثقه، قال لهم تحولوا في غضون سنه غنلقاو لكم حل، غنبنيو لكم محلات سوفيستيكي، داكشي كيليق بمدينه اكادير اللي كانت الاولى سياحيا في المغرب. دابا راكم عارفون في الكلاسمون ديالها، جاو الناس حسن النيه، جاو جلسوا هنا بنوا بريكات ديالهم، صلحوهم، جابوا السلعه، كاين اللي عنده 20 مليون في راس المال، كاين اللي 30 مليون، كاين اللي 60 مليون، كاين واحد السيد من المكتبه وصل 15 مليون فلوس حطها، غيجيو لي فورنيسور دابا وقت الخلاص هذه مشات لي فلوس، خلي على السلعه، كاين اللي مول 12 مليون، كاين اللي مول السلعه، داكشي قدر الله ما شاء فعل. هاد الناس هادو اللي جا كيقول لك راه هادو صحاب البرارك، البرارك المشروع ديال اكادير جا في 2010 اخر براكه في اكادير، تهزوا البرارك وهاد الشيء هذا بقاو، هادو واش هادو ديور؟ هادو راه برارك، ما عرفتش ذاك المشروع علاش قصى هاد الناس هادو، خاص منطقه سياحيه، مدينه سياحيه، خاص كيما نشوفوا الوجه، نشوفوا لو فون ديالها، ماشي الوجه مزوق ومن لو فون ديالها في هاد الحاله هادي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.